نروح لتقرير عن الكاراتيه في النادي الأهلي وترجعوا لنا مرة تانية. النهارده بطولة تصفيات اختيار فريق دوري الناشئين والناشئات. احنا السنة اللي فاتت خدنا الحمد لله درع الدوري الممتاز ناشئين وناشئات، واحنا النهارده في خطة إعداد المحافظة على اللقب إن شاء الله بتاع الموسم اللي فات. بدأنا الإعداد للتصفية دي من شهر 7 اللي فات، تجميع اللاعبين اللي هم مراحلهم السنية بتنطبق عليهم الشروط الدوري. بدأنا نوضع مع المدربين وبدأنا دخلنا الأول ب 40 لاعب في كل مرحلة. والنهارده بنعمل تصفية تمهيدية أولى، هنختار من كل عدد حوالي 20 لاعب أو 15 لاعب، بنصفيهم مرحلة تانية أخيرة 10 لاعبين. هي النادي كلها هي أصلا تصفية تبنية النادي الأهلي مع بعضيهم، هي النادي الأهلي كلها ببعضيها. إحنا بناخد ولادنا بنصفيهم بنخرج مجموعة بره، بنكمل من المجموعة التانية لغاية التصفية التانية إن شاء الله. الحمد لله جالد الكاراتيه يوم بعد يوم بيتربى على عرش مصر كلها. لسه امبارح أو أول امبارح طلع نتيجة الموسم اللي فات، النادي الأهلي جايب مركز أول برصيد 900 نقطة، المركز التاني جايب 300 وحاجة. جدا الحمد لله رب العالمين. كذلك على مستوى الجمهورية إحنا من الأول، وبرضه فرق بيننا وبين التاني مش أقل من 400-500 نقطة. فالحمد لله النادي الأهلي سباق في الموضوع دوت، والحمد لله بمسافه بعيده جدا بعيده عن المنافسين. بس احنا ما بنشتغلش على كده، يعني انا دايما بقارن النادي الاهلي بنفسه مش بقارنه بحد. يعني احنا السنه اللي فاتت جبنا 900، احنا السنه دي بنشتغل احنا نعدي ال 1000. بس احنا السنه اللي فاتت جايبين الحمد لله 40% من اجمالي نتائج القاهره. انا السنه دي البلان بتاعي ان انا اجيب 45%. احنا بدانا فعلا بالفعل دوري الشباب والشابات الاسبوع الاول، عندنا ان شاء الله باذن الله على اول 11 تبدا المنافسات بتاعتنا بدوري ممتاز الرجال والانسات.